بلسان عربي. اثنا عشر حدثاً لمنطقة بلاد الشام في آخر مئة سنة: سوريا، الأردن، فلسطين، لبنان. يقول أهل السير إن الحدث التاريخي لا يعرف أثره إلا بعد مرور سنوات طويلة، والمنطقة العربية التي اشتهرت باسم بلاد الشام في القرن الماضي والتي تضم سوريا والأردن ولبنان وفلسطين شهدت أحداثاً وتطورات كبيرة، بعضها غير وجه المنطقة للأبد، ولا تزال بعض هذه الأحداث تلقي بظلالها علينا بين حين وآخر. ومن الطبيعي ألا تكون هذه المجريات على قدر واحد من الأهمية، لكن من المؤكد أن كل منها ألقى حصاة في نهر التاريخ، وكل حدث منها أخذ بقدم أخيه كأحجار الدومينو، حتى لا يظن المطلع أن الحدث الأخير ما هو إلا حلقة مؤجلة من الحدث الأول أو سبب غير مباشر له. إذا أردنا تقسيم التاريخ الحديث إلى حلقات منفصلة، وهذا أمر بالغ الخطورة، إذ إن الأحداث التاريخية لا تكون بهذه البساطة والسلاسة في الانتقال من النقطة ألف إلى النقطة باء، لكن يمكننا رصد معالم التغييرات الكبيرة نسبياً بربطها بالأحداث العظيمة التي يعد ما قبل حدوثها مرحلة وما بعد حدوثها مرحلة أخرى تماماً. فسلسلة الأحداث التي نرتجي التوقف عندها ومعرفة آثارها تقع في الفترة الزمنية بين الحرب العالمية الأولى عام 1914 وعام 1918 وصولاً إلى وقتنا الحالي عام 2020. الوعد الذي قتل فلسطين مرتين. الزمان تشرين الثاني عام 1917. المكان وزارة الخارجية البريطانية. عزيزي اللورد روتشيلد، يسرني أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته بالتصريح التالي الذي يعبر عن التعاطف مع طموحات اليهود الصهاينة التي تم تقديمها للحكومة وقد وافقت عليها. إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية على ألا يجري أي شيء قد يؤدي إلى الانتقاص من الحقوق المدنية والدينية للجماعات الأخرى المقيمة في فلسطين، أو من الحقوق التي يتمتع بها اليهود في البلدان الأخرى، أو يؤثر في وضعهم السياسي. سأكون ممتناً لك إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا البيان. المخلص آرثر بلفور. بهذه الرسالة القصيرة التي لا تتجاوز الأسطر العشرة بدأ تاريخ جديد في المنطقة العربية بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص، حيث مهدت هذه الرسالة وهذا الوعد لأكبر عملية احتلال في العصر الحديث على مرأى ومسمع العالم كله. فمن أين بدأت الحكاية؟ لنفهم تفاصيل القصة علينا أن نعود بالتاريخ للوراء قليلاً، وتحديداً لمرحلة الاستعمار الأوروبي الذي بدأ نشاطه في القرن الثاني عشر الميلادي، وكان في بدايته يغلب عليه الطابع التجاري قبل أن تتحول الغزوات الأوروبية إلى حروب مقدسة دينية بلغت ذروتها فيما يعرف بالتاريخ باسم الحروب الصليبية. مع نهاية القرن الثامن عشر بدأت مخايل الضعف تظهر في جسم الدولة العثمانية، وكان من الواضح أن هذا أسعد الدول الأوروبية المستعمرة لاقتسام الغنائم منها والسيطرة على مقدراتها، وكانت كل من فرنسا وبريطانيا فرسي رهان في سباق الاستعمار، فقسمت البلاد العربية بين هاتين الدولتين، وكانت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي وفلسطين تحت الوصاية البريطانية. ومن هنا بدأت الحكاية.
من هو بلفور؟ سياسي بريطاني ولد في 25 من تموز 1848 في ويتنغهام التي أصبحت تعرف اليوم باسم لوثيان وتقع في اسكتلندا، وهو من عائلة ثرية أرستقراطية، وكان أبوه برلمانيا في اسكتلندا. تلقى تعليما دينيا من أمه في طفولته، شغف بالفكر الفلسفي الديني وتشبع بتعاليم العهد القديم التوراة. انتخب عضوا في البرلمان البريطاني عن منطقة هيرتفورد، وترقى في صفوف حزبه فأصبح زعيم كتلة حزب المحافظين في البرلمان البريطاني من عام 1891 إلى 1902، وعين رئيسا لوزراء بريطانيا بين عامي 1902 وعام 1905، وشغل عدة مناصب وزارية أخرى أهمها وزير الخارجية من عام 1916 إلى عام 1919. عرف عنه إعجابه ببعض زعماء الحركة الصهيونية مثل لويس برانديز وحييم وايزمان الذي التقاه عام 1906، وحين تولى وزارة الخارجية أصدر قراره المعروف بوعد بلفور عام 1917 الذي تعهدت فيه بريطانيا بالعمل على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. كيف تسللت قصة الوطن القومي لليهود إلى عقول البريطانيين؟ بوغروم ودريفوس والاقتناع بعدم الاندماج. تشير المصادر التاريخية أن هاتين الحادثتين كانتا الشرارة غير المرئية التي جعلت قادة الحركة الصهيونية ومن أشهرهم هيرتزل يفكرون جدياً بانعدام جدوى الاندماج في المجتمعات الأوروبية والبحث عن ملاذ آمن ليهود أوروبا. بوغروم كلمة روسية معناها تدمير أو هجوم أو فتك أو مذبحة، وعادة ما تكون المذبحة منظمة لتدمير جماعة أو طبقة معينة. وقد دخلت اللغات الأوروبية بمنطوقها الروسي وضاق مجالها الدلالي، حيث أصبحت تشير إلى الهجوم على أعضاء الجماعة اليهودية. وتعد أهم الهجمات في العصر الحديث تلك التي نظمتها العناصر الرجعية الروسية في أواخر القرن التاسع عشر، خصوصاً جماعة المئة السود، والتي يقال إنها كانت تتم بموافقة النظام القيصري وممالأة وزراء الداخلية. وقد تصاعدت الهجمات قبل صدور قوانين مايو أيار عام 1881 وبعدها، ومن أهمها مذبحة كيشينييف. أما حادثة دريفوس فبطلها هو ألفرد دريفوس الذي كان من كبار الضباط الفرنسيين واليهودي الوحيد في أركان الجيش الفرنسي. ولد في مقاطعة الألزاس باسم ويلهاوزن، ونظراً لأن اسمه ألماني الطابع فقد غيره إلى الاسم الذي اشتهر به. اتهم دريفوس بسرقة وثائق سرية عسكرية بمساعدة الماسونيين وتسليمها للملحق العسكري الألماني في باريس، فوجهت له تهمة الخيانة العظمى والتجسس لحساب ألمانيا عام 1894، وقامت السلطات بمحاكمته، وفي نهاية الأمر حكم عليه بالسجن مدى الحياة وجرد من رتبته علناً أمام الجماهير ونفي إلى جزيرة الشيطان. وفي عام 1896 اكتشف رئيس مخابرات الجيش جورج بيكار أدلة تثبت براءة دريفوس من التهم المنسوبة إليه، وتشير بأصابع الاتهام إلى شخص آخر هو الميجور أسترهازي الذي لعب دوراً مهماً في سير أحداث القضية، إذ انتهت إلى الإدانة التامة لدريفوس. وحاول بيكار إقناع المسؤولين بإعادة المحاكمة، لكنه أمر بالتزام الصمت ونقل إلى تونس بسبب ذلك. يقال إن واقعة دريفوس تركت أثراً عميقاً في نفس ثيودور هيرتزل إلى درجة اكتشف معها عبث محاولة الاندماج وتبنى بدلاً منها الحل الصهيوني. بريطانيا وجاليتها اليهودية.
يفيد عبد الوهاب المساري في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية بأن الفكرة الصهيونية عرضت على اليهود الإنجليز المندمجين في المجتمع البريطاني فعارضوها، بينما أيدها يهود اليديشيا الذين تضاعفت أعدادهم في بريطانيا 10 مرات جراء الهجرة من شرق أوروبا بين عامي 1850 وعام 1910 ليبلغوا 242,000. وفي عام 1900 عقد المؤتمر الصهيوني الرابع في لندن، وتوجه فيه ثيودور هيرتزل إلى يهود اليديشيا جراء معارضة يهود إنجلترا للمشروع الصهيوني. وفي عام 1902 نجح أحد أصدقائه في دعوته للمثول أمام اللجنة الملكية، حيث قدم حلاً صهيونياً مفاده تحويل الهجرة اليهودية من إنجلترا إلى أي بقعة خارج أوروبا، فعرض مشروعاً لتوطينهم في أوغندا شرق أفريقيا، إلا أن مشروع الاستيطان في فلسطين ظهر على يد خلفاء هيرتزل على رأس الحركة الصهيونية، وبالتحديد حاييم وايزمان. حاييم وايزمان هو عالم كيمياء يهودي روسي الأصل، درس في ألمانيا وانتقل للعيش في بريطانيا عام 1904، حيث عمل أستاذاً في جامعة مانشستر. ومع إنشاء الكيان الصهيوني عام 1948 أصبح أول رئيس له. مع اندلاع الحرب العالمية الأولى طلب وايزمان من لويد جورج الذي أصبح لاحقاً رئيساً للوزراء أن يقابل هيربرت سامويل القيادي اليهودي في الحزب الليبرالي، وعبر عن خوفه من أن يكون سامويل مثل سائر يهود إنجلترا معادياً للصهيونية، ولكنه فوجئ بأن سامويل هذا صهيوني هو الآخر. وحينما تقدم بطلباته الصهيونية أخبره سامويل بأن طلباته هذه متواضعة أكثر من اللازم، وأن عليه أن يفكر بمستوى أكبر من ذلك. ما الذي جعل بريطانيا متحمسة للفكرة الصهيونية أكثر من غيرها؟ تضافرت في التأييد البريطاني للطموحات الصهيونية عوامل متعددة، من الحسابات السياسية إلى التحيزات الثقافية. ولخص هيربرت أسكويث سلف لويد جورج في رئاسة الحكومة عام 1916 مفهوم التحيز الثقافي بقوله: إن الأخير لم يكن يكترث لليهود، بل كان كل همه أن يحول دون سيطرة فرنسا الملحدة على الأراضي المسيحية المقدسة. يربط الأكاديمي البريطاني ليونيل غوسمان أسباب الدعم البريطاني للصهيونية بمجريات الحرب العالمية الأولى، ويقول إن هنالك تفسيرات، أولها استراتيجي، حيث إن إنشاء مستعمرة يهودية معتمدة على بريطانيا على مقربة من قناة السويس قد يكون مفيداً في تحقيق الغاية الاستراتيجية لبريطانيا المتمثلة بحماية الطريق إلى الهند. والثاني لا سامية الاستعلاء، القائم على الاعتقاد بأن اليهود يمسكون بزمام الأمور من خلف الكواليس ويسيطرون من طرف خفي على الحكومات، بما في ذلك الحكومة الروسية والأمريكية. وكان لدى ويلسون مستشارون يهود صهاينة تطلع بريطانيا لضمان إبقائهم، وقد كان أبرز مستشاريه كيفليكس فراغفورتر واليوس برانديز من الصهاينة المتحمسين. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة دخلت الحرب في نهاية الأمر، فإن البريطانيين كانوا مرتابين من أمر الرئيس ويلسون، لذا كان من مصلحة بريطانيا وجود مستشارين يحفزونه على البقاء والقتال حتى النهاية. والتفسير الثالث حسب غوزمان هو الثورة البلشفية، حيث كان الكثير من زعمائها من أصل يهودي، وكان البريطانيون يظنون أن الانتماء اليهودي لليهود البلاشفة يطغى على انتماءاتهم الأخرى، ولذلك رأوا أنه لا بد من منح اليهود شيئاً يرضيهم ويضمن التزامهم هم أيضاً بخوض القتال حتى آخر لحظة. في الواقع
كان هناك عاملان حاسمان في تلاقي المصالح البريطانية الصهيونية، أولهما أن عالم كيمياء روسي الأصل في جامعة مانشستر يدعى حايم وايزمان كان قد اكتشف طريقة للإنتاج السهل والمكثف لمادة الأسيتون الضرورية لتصنيع المتفجرات التي كانت بريطانيا بأمس الحاجة إليها في الحرب، وهو ما دفع لويد جورج للقول على سبيل الدعابة إن مادة الأسيتون جعلتني أعتنق الصهيونية. العامل الثاني أن مجموعة من الناشطين الصهاينة القادمين من شرق أوروبا قد بذلوا خلال 20 عاماً مساعي لدى النخبة الحاكمة البريطانية، وقد تمكنوا من إقناعها بأن دعم الأهداف الصهيونية سيخدم المصالح البريطانية. سايكس بيكو وبلفور وتقاطع المصالح. في يونيو حزيران عام 1917 اجتمع الزعيمان الصهيونيان حايم وايزمان واللورد روتشيلد مع وزير الخارجية البريطاني اللورد آرثر بلفور، وطلبا إعلاناً رسمياً من الحكومة البريطانية بدعم الصهيونية. وبعد 5 أشهر بعث اللورد بلفور رسالة إلى اللورد روتشيلد تتضمن نص الوعد، وكان معد الرسالة هو حايم وايزمان. وقد أرسل وعد بلفور إلى روتشيلد في هذا الشهر الذي كشف فيه البلاشفة المنقلبون على القيصر الروسي في أدراجه وثيقة الاتفاق السري بين الضابط البريطاني مارك سايكس والدبلوماسي الفرنسي جورج بيكو. وكان الاثنان قد كلفا بمعرفة روسيا بإجراء مشاورات في إطار مساعيها لتقسيم تركة السلطنة العثمانية التي كانت تسمى الرجل المريض. وجرت مراسلات سرية وتبادل وثائق تفاهم في هذا الشأن بين وزارتي خارجية البلدين بين نوفمبر تشرين الثاني عام 1915 ومايو أيار 1916. وكانت بريطانيا الطرف الأقوى بين الدول المذكورة، تجري اتصالات في الوقت نفسه مع أمير مكة الشريف حسين بن علي الذي كان يخطط لإعلان الثورة وتأسيس مملكة عربية، وتم التوقيع على الاتفاق سراً بين سايكس وبيكو في 16 من مايو أيار من عام 1916، وصادق عليه وزير الخارجية الروسي سازونوف، لكن أمرها كشف دون رغبة الضالعين فيها في نوفمبر تشرين الثاني من العام التالي. عند صدور وعد بلفور في 8 نوفمبر تشرين الثاني عام 1917 كان عدد أفراد الجماعة اليهودية في فلسطين يمثل 5% من عدد السكان، وقد ضاعفت الحركة الصهيونية أنشطة تهجير اليهود إلى فلسطين بالتواطؤ مع حكومة الانتداب. ويمكن تلخيص أبرز الأحداث التي سهلت إنشاء دولة لليهود في فلسطين كما يلي: في عام 1919 35,000 يهوديا يهاجرون إلى فلسطين، حيث بلغت نسبة اليهود إلى مجموع السكان هذا العام 12%، يملكون 3% من الأراضي. 1920 إنشاء الهاغانا المنظمة العسكرية السرية الصهيونية. 1924 إلى عام 1928 67,000 مهاجر صهيوني يأتون إلى فلسطين، نصفهم من بولندا، فيرفعون نسبة اليهود إلى 16% من مجموع السكان، يملكون ما نسبته 4% من الأرض. 1925 تأسيس الحزب التصحيحي في باريس، وهو يصر على إقامة دولة يهودية في فلسطين وشرق الأردن. 1931 إنشاء منظمة الأرغون الإتسل لمواجهة العرب بعنف أشد. 1936 لجنة بيل توصي بتقسيم فلسطين، حيث يصبح 33% من البلد دولة يهودية ويرحل جزء من السكان العرب عن هذه الدولة.
مجلس العموم البريطاني يصوت لمصلحة الكتاب الأبيض الذي يقضي بمنح فلسطين استقلالاً مشروطاً بعد 10 أعوام، ويسمح بهجرة 15,000 يهودياً سنوياً إلى فلسطين خلال الأعوام 5 التالية. 1947، بريطانيا تعلم الأمم المتحدة المشكلة حديثاً بأنها ستنسحب من فلسطين. في 29 من نوفمبر تشرين الثاني تتبنى الأمم المتحدة القرار 181 القاضي بتقسيم فلسطين. 1948، الرئيس الأمريكي ترومان يتعهد بدعم القضية الصهيونية. مايو أيار 1948، الكيان الصهيوني يعلن الاستقلال والانتداب البريطاني ينتهي.